نأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا لما فجئنا بعلمهم الغزير قرى ودورا نشاور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء. أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل أن أفتح المجال لاستقبال الأسئلة كما هي عادتي في الحلقة، فإني أود التقديم بأمر أنصح فيه من جهة وأنبه عليه من جهة أخرى، وهو أو هذه المقدمة سميتها وقفات مع بعض أحوال المعلمات. التعليم تقوم عليه الأسر وتقوم عليه المدن وتقوم عليه الدول، وبالتالي فالدول التي يتقدم فيها التعليم تجدها دولة متقدمة وإن كانت فقيرة، والدول التي يضعف فيها التعليم فإنك تجدها دولة متخلفة وإن كانت غنية. مثلا بلادنا دولة نفطية والتعليم فيها متدني، لا تقارن بالأردن رغم فقرها وضعف مواردها، ولا تقارن حتى بلبنان رغم شدة فقرها، ولا تقارن حتى بالجارة تونس، مع أن بلادنا أغنى من هذه الدول، ولكن للأسف هذه الدول متقدمة عنا بمراحل. وبالتالي فالتعليم هو الأمر الذي تقوم عليه الدول، وإذا تقدم التعليم تتقدم الدول، وإذا ضعف التعليم وانهار يكثر الجهل ويكثر التخلف. أقول التعليم النسائي انتشر في بلادنا في العقود الأخيرة، يعني بعد سنة 2000 تقريبا انتشر بكثرة جدا أعداد المعلمات، وخاصة في المراحل الابتدائية والمراحل الإعدادية. وقبل ذلك كانت هناك المدرسات والأبلات في بلادنا، ولكن لم يكن بأعداد كبيرة جدا. فأنا مثلا يعني لم تدرسني امرأة من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية، لكن الآن أي طالب تجده الآن في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة الإعدادية وحتى في الثانوية أحيانا، يعني تجد أن أغلب المدرسين اليوم هم من فئة النساء، وخاصة في المرحلة الابتدائية. هذا الأمر لا شك أن لتدريس النساء بعض المزايا التي تتفوق فيها النساء على الرجال، وخاصة أنا أود التأكيد هنا والتركيز على المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس. الأولاد لم يصلوا سن البلوغ، الأولاد صبية أطفال. هذه الميزة أن الرجال أحيانا هم أقرب إلى الشدة وإلى شيء من العنف في التدريس أحيانا، وعلى العكس من النساء، فتجد الغالب على النساء هو العاطفة ومراعاة حال الطفل، وهذا أمر جيد ولا شك أن له بعض المميزات على تعليم الرجال. ولكن من خلال واقع المجتمع ومن خلال ما نراه في مدارسنا ومن خلال بعض الأسئلة التي ترد إلينا، فإني أود هنا أن أرسل رسالة إلى أخوات المعلمات اللاتي يدرسن
سواء في المرحلة الابتدائية أو ما بعدها، وأنا هنا أركز على المرحلة الابتدائية التي هي الأساس عند الطالب. فإن كان أساسه جيداً تجد الطالب يعني إذا اجتاز إلى المرحلة الثانية يجتازها بشيء من السهولة، يمكن للأساتذة والمدرسين في المرحلة الثانية أن يترقوا به إلى المرتبة التي يريدون أن يصل إليها وهكذا. وإن كان الطالب قد تخرج من الابتدائية ضعيفا هزيلا، لا يعرف الكتابة ولا يحفظ جدول الضرب ولا يفك الحرف، فإنه سيلج إلى المرحلة الإعدادية ويكون عبئا ثقيلا على المدرسين، وهكذا يزحزح ويزحزح حتى يتخرج فاشلا ضعيفا ليس له أثر للأسف. فأقول هناك واقع مر للأسف في كثير من مدارسنا، ولا أعمم، ولكن القصد من التنبيه عليه في الحلقة هو الإسهام في فعل الخير من جهة، وفي أمر آخر لعل الله أن يهيئ من يسمع هذا الكلام فينتفع به. أول شيء نعاني منه من خلل عند بعض المدرسات، وأنا كما ذكرت آنفا أصبح اليوم التعليم الابتدائي يكاد أن يكون يعني أحيانا إلى درجة 90% المدرسون هم من فئة النساء. الخلل الأول هو الضعف الشديد عند بعض هؤلاء المدرسات للأسف، وهذا نتاج جامعاتنا، أصبح كثير من الطلبة اليوم يتخرجون من جامعاتنا يعانون ضعفا شديدا، عدم إلمام بمخرجات أو بالمعلومات التي ينبغي أن يكون عليها الطالب الجامعي، فيعين هذا الطالب أو الطالبة التي تخرجت مدرسة في مرحلة من المراحل، وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. فللأسف عندنا ضعف شديد جدا عند بعض المدرسات والأبلات، وهذا الضعف ينعكس على الطالب سلبا. وأنا هنا أود أن أشكر بعض المدرسات اللواتي نرى أنهن يتصلن بمنظومة دار الإفتاء 14-13 ولا يتعالين عن السؤال. أنا يعني ممكن بعض الأسئلة مرت بي، بعض المدرسات تتصل وتقول لك أنا مدرسة تربية إسلامية أو لغة عربية على الأقل في سياق تخصصنا نحن العاملين في دار الإفتاء، وتقول أنا تخرجت من الكلية الفلانية ولكن للأسف الشيخ لا يوجد العلم ولا حتى أساتذة الجامعات يوجد عندهم ضعف وكذا. وبالتالي فأول خلل نعانيه هو الضعف عند بعض هؤلاء المدرسات، ومن ثم فهذا أمر ينبغي أن يعالج. الأمر الثاني من الجانب السيء لكثرة المدرسات في نفس المرحلة هو وجود الحاجز بين ولي الأمر والمدرسة. أحياناً يوجد ظلم كبير على الطالب، أو ولي الأمر يريد أن يتابع حال طفله حال ولده في المرحلة، فإذا وجد المدرسة امرأة فإن هذا يعده حاجزاً ويقول أنا لا أريد أن أقف على المدرسة الفلانية أو أسأل أو أسألها أو كذا، وهذا للأسف انعكس سلباً، مع أن هناك حلولاً وطرقاً ينبغي اللجوء إليها لمعالجة هذا الأمر، لكن أتكلم أنا من خلال الواقع. من خلال الواقع نعم هناك خلل، يعني بعض أولياء الأمور لأولادهم في الصف الأول والثاني والثالث وكذا يقولك والله يعني حدي أني نمشي إلى مدير المدرسة فقط ولا أريد أن أكلم المدرسات ولا أسألهن، فهو من ناحية ينظر بمنظار شرعي ومن ناحية أخرى ينظر أيضا بمنظار اجتماعي. الأمر الثالث وهو ما أود الوقوف عنده قليلا، أن العدالة ضعيفة عند بعض، ولا أعمم، عند بعض هؤلاء المدرسات. حتى انتشر اليوم في مدارسنا ما يسمى بمفهوم أولاد الأبلات. أولاد الأبلات هم الأوائل، أولاد الأبلات هم الذين يعني يحتفى بهم، أولاد الأبلات هم الذين يستدعون إلى المناشط وإلى المهرجانات وإلى كذا،
أولاد الأبناء أولاد الأبلات وأولاد المعلمات لا يضربون ولا يعنفون، وبعضهم لا يدخل الدور الثاني أصلاً. وبالتالي فأقول هذا الأمر ليس جديداً، نعم هناك المحاباة من المدرسين من قديم، ولكن هذا الأمر أود التنبيه على أنه انتشر الآن انتشاراً مفضوحاً ظاهراً، أن اللي أم أبلة أخت أبلة مثلاً خالت عمت يعني تجده أموره ماشية ويحصل في الترتيب الأول وفي الثاني وكذا، واللي ما عنداش أبلة في المدرسة تجد أحياناً بعض هؤلاء الأبلات هؤلاء الأبناء والطلبة ليس هناك من يدافع عنه. والعدالة هي التي يقوم عليها روح العلم. المدرس إذا لم أنا أقول المدرس كالقاضي، إذا كان علماؤنا قد نصوا على أن القاضي إذا علمت منه المحاباة فإنه يكون متهماً، وبالتالي يزاح عن منصب القضاء. لماذا؟ لأن المحاباة خلاف العدل، وخلاف العدالة هي الفسق، والفسق لا والفاسق لا يولى القضاء. وبالتالي فعلى المدرسة والمعلمة أن تكون امرأة عادلة بين طلابها، أن تضع خوف الله سبحانه وتعالى نصب عينيها. وما أقوله هنا انتشر في مدارس كثيرة وفي مدن عديدة، وسمعنا شكاوى متعددة من أولياء الأمور، يقول لك مثلا هات قارن بين كراسة ابني وكراسة ابن الأبلة أو ابن المعلمة، ستجد كراسة ابني أفضل وهو أكثر اهتماما، ومع ذلك ابن المدرسة هو الذي يتفوق. وبالتالي هذه رأي إشكالية كبرى ينبغي على الوزارة وعلى مديري المدارس وعلى أولياء الأمور أن لا يفوتوا مثل هذا الأمر. أما فقلت في نفسي سبحان الله سبحان الله، يعني العدالة أمر جعل هو الشرط الأول في المدرس. المدرس مطلوب فيه أمر العلم بما يدرس به بما يدرسه، والعدالة بين الطلاب. ولهذا أحمد شوقي الشاعر المعروف رحمه الله حينما أثنى على المعلم في قصيدته المشهورة قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، نبه على أنه يجب على المعلم أن يتصف بصفة العدل في الشارع وبين طلابه وتلاميذه. قال شوقي رحمه الله: وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا، وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة جاءت على يده البصائر حولا. فيا أيها المدرسات اللواتي يعني تسمعن هذا الكلام أو يصلكن، أنتن حينما رضيتن أن تكن معلمات وأن تتحملن مسؤولية الصف الأول والثاني والثالث والرابع، هذه الصفوف الأولى التي هي عليها نواة التعليم، رغم أن بعض العقليات في بلادنا يظن أن الصفوف الأولى ليس عليها مدار التعليم، بل على العكس أنتن تحملتن المسؤولية. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة لمن ائتمنك. فهؤلاء الأطفال الصبية الصغار من الذكور والإناث أعطوا لكم وسلموا لكم أمانة، فكل معلمة وكل مدرسة وكل أبلة تعرف أنها لا يمكن أن تعدل بين ابنتها وبين باقي البنات، بين ولدها وبين باقي أولاد الطلبة، بين أولاد أقاربها وبين باقي الأولاد، يجب عليها أن تتنحى عن الفصول التي فيها أقرباء لها. فإن لم تتنحى فيجب عليها أن تشعر بحجم هذه المسؤولية. ولهذا ظاهرة أولاد الأبلات وأولاد المعلمات، هذا الكلام لا أقوله من نسج خيالي، بل هو من كثير من الشكاوى في المدارس، بل هو أمر انتشر وعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فإيش معنى أن ابن الأبلة وولد أختها وولد بنتها وولد يعني قريبها بصفة عامة
لماذا يكون هو دائما الترتيب الأول والتالي؟ لماذا يكون الصف الأول لأولاد الأبلات والصفوف الأخيرة لمن ليس لهن معلمات في المدرسة؟ لماذا النشاطات والمهرجانات وهذه المناشط بصفة عامة يقدم لها أولاد المعلمات دون غيرهم؟ أنا أعلم أن هذا ليس أمرا مضطردا، وليس هذا موجودا عند جميع الأبلات ولا عند أغلبهن إن شاء الله، ولكنه أمر منتشر. فأنا أذكر كل معلمة أن أي محابات يقع منك لابنتك وقريبتك على حساب باقي الطلبة، اعلمي أنه غش. رقم واحد، أنت لما تقدمي ولدك أيها المعلمة وتعرفي أن الآخرين أولى منه وأجود ويعني أفهم منه وتعطيه أعلى درجة، هذه غش رقم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. رقم اثنين، مكر وخداع، فهذا خداع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، هذا كذب، هذه شهادة زور. إيش معنى هذا؟ ولد الأبلة يطلع الترتيب الأول وأنت تعلمين في قرارة نفسك أن فلان الطالب فلان والطالب فلان والطالبة فلانة والطالبة فلانة هم أذكى من ابنك وأكثر نشاطاً وأكثر اهتمام، أليس هذه شهادة زور؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ألا وقول الزور في أكبر الكبائر، ألا وشهادة الزور. هذا كذب، والله سبحانه وتعالى لعن الكاذبين. ولهذا هذه مسؤولية رقم واحد المعلمة نفسه. بعض الناس عاطفيون يقول لك: أنا إذا كان مثلاً ابني في الفصل لا أستطيع، أنا رجل ضعيف، لابد أن أنحاز إلى ابني، ما الواجب؟ أقول: الواجب عليك أن لا تدرس في فصل فيه ابنك أو قريب لك، وهذا أمر معروف حتى في الشريعة. لماذا قال الفقهاء: القاضي لا يقضي لابنه وإن نزل، ولا يقضي لأبيه وإن علا؟ لماذا؟ خوف المحابة. فلماذا لا نحيي هذه السنة من جديد، أنني لا أدرس في فصل فيه قريب لي إن علمت من نفسي ضعفا؟ رقم اثنين، هذه مسؤولية مديري المدارس، مديرو المدارس عليهم مسؤولية عظيمة أن يتابعوا هذه الأحوال. لماذا عندما كثرت المعلمات ازداد التعليم ضعفا؟ وأنا كما ذكرت هذا ليس فيه طعنا في المعلمات ولا إطلاقا ومعاذ الله، وإنما هو يعني تنبيه على جانب مهم، وإلا فإني أعلم أن هناك كثيرا أو بعض المعلمات هم أفضل وأكثر اهتماما من المعلمين في شتى المراحل، ولكني أتكلم من خلال واقع موجود. على مديري المدارس ومراقبات التعليم أن يعني تفتح باب التظلم، وأن أي أبلة، أي أستاذة، أي معلمة، أي مدرسة يلاحظ عليها محابات أقاربها يجب أن تنحى عن تدريس هذا الفصل، وهذا شك في عدالتها ابتداء وفي نزاهتها وفي أمانتها. وأختم بالقول أيضا على أولياء الأمور أن لا يكون وجود مدرس في الفصل حاجزا دون متابعة أحوال أبنائهم، وعلى المدرسة أن توجد الحلول. نعم، بعض الناس لا يريد الوقوف على امرأة تدرس ابنه، فهي امرأة أجنبية عنه في الغالب، ليست محرما له، ولكن على مدير المدرسة أن يضع الحلول. يتواجد مدير المدرسة، يكون هو موجودا، يكلف أخصائية اجتماعية بمتابعة هذا الأمر. المهم أن كون المدرس هو من فئة الإناث هذا لا يجعل ذريعة إلى أن الابن والطالب يضيع بين أب لا يريد أن يسأل المدرسة وبين مدرسة مستفيدة من هذا الوضع أن الرجال لا يسألونها وبالتالي هي تفعل ما تشاء. فهذا الحقيقة يعني ما أود التنبيه عليه، وهذه يعني وردت في كثير من الشكاوى وفي مدارس متعددة، وهي ظاهرة أولاد الأبلات سميناها، أولاد المدرسات. هؤلاء يعني عند بعض الناس وعند بعض المدارس لا يضربون ولا يعنفون وينجحون الترتيب الأول، ولهم الصدارة في الرياضة، ولهم الصدارة في المناشط، ولهم الصدارة في المهرجانات، ولهم كذا، وهذا كله يدل على ظلم وحيف وجور. وإذا غابت العدالة
فلم يعد للمعلم ميزة على غيره ولا للمعلمة. وقد قال شوقي كما ذكرت آنفا: وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلة. إذا كان المعلم ليس عدلا فكيف تريد أن تنشئ جيلا يؤمن بمبدأ العدل؟ وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا. أسأل الله الهداية لنا جميعا. على بركة الله نبدأ في استقبال الأسئلة. معنا الأول إدريس من طرابلس. نعم يا إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا إدريس. حياك الله شيخ، تفضل. أهلا وسهلا بك، تفضل. الله فيك وفي علمك وفي عملك، وجزاك الله خير على هذه المقدمة. إن شاء الله. تحية للأخت اللي يشارك والفريق المصاحب لك. بارك الله فيك يا إدريس، تفضل. بارك الله في الجميع. يا شيخ ما هو توصي يقصر عليك السؤال؟ يا إما تشاهد يا إما تسمع يا إما تقرأ. نعم. فمن لم يتقي الله في الصغيرة سيقع في الكبيرة. لا شك. لا شك في ذلك، والحمد لله رب العالمين. أنا أتكلم عن الناس من دخلت عليه من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا سيدخل الجنة، ما تكلمش على الجنة. لكن الإنسان مخلوق هو لعبادة الله أولا، ثانيا مخلوق ليحاسب ويعاقب، يما بالأجر يما بالعقاب. نعم. والله سبحانه وتعالى أعطانا نعم كثيرة. أنا أتكلم عن النعمتين الآن يا شيخ. نعم. إن شاء الله من خلال المشاهد أعطاه الله سبحانه وتعالى فيه لا يدخل الخلاء ولا يتبول إلا عن طريق أجهزة وطريق كذا، طبعا الناس المرضى هذوما. نعم. والله وانعم علينا بالنعمه، نحن ندخل الخلاء والحمد لله يا رب العالمين وميسر لنا الحاله. نعم. فالانسان هذا النعمه هذه هو عاصي بها ربه، يستعمل فيها في 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 في, في الزنا. نعم معلش يا ادريس باستعجال شويه عندنا. نعم. اذا النعمه الاولى نعمه الصحه. نعم. نعمه الصحه هذه هلبه. نعم. لكن هذا يستعمل فيها في الزنا وفي الرواق. فما حكم ذلك في الاسلام؟ وما وإنما هن الايات الداله على ذلك، وما قال بقوم لوط. ماشي تمام بارك الله فيك يا إدريس. تمام بارك الله فيك. سالمة من طرابلس. نعم يا سالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك، تفضلي. بارك الله فيك على البرنامج الطيب جميعا إن شاء الله. نعم. والله عندي سؤال يا شيخ محيرني من فترة متضايقة، نبي إجابة واضحة. نعم. أنا يا شيخ من فترة هيك سنتين دايرة ندر أو عهد بيني وبين نفسي إني أنا ما نوقفش قراءة سورة البقرة بكل. نعم. مهما يصير يعني مهما صارت من أحداث الحق متشبتة بها ومرتاحة حق ما قريتها. يعني هل أنت قلت ذلك نذرا؟ قلت يعني لله علي نذر أن أقرأ، ولا كيف قلتيها أنت؟ بيني وبين نفسي يعني قلت إني أنا مش حنوقفها مهما يصير. ماشي تمام. نعم. بهي وفي فترة الحيض يعني نقرأ فيها عن طريق التليفون. نعم. وما وقفتهاش بكل، ومن فترة فاتت شدوني مجموعة ناس وقالوا لي حرام وممنوع ويركبك عفريت ومش عارف ايش كلام زي كذا. ماشي يعني. وضح السؤال، تسمعيني الجواب يا سالمة، وضحت إن شاء الله. نبي الإجابة. ماشي تمام إن شاء الله، تمام تسمعين. جميلة من طرابلس، نعم يا جميلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي بعض النقاط على التعليم والمدارس البسيطة، كنت مدرسة في مدرسة من المدارس. نعم. طبعا أول حاجة اللي هي عطاء نتاع الأدلة يا شيخ. عطاء؟ الأدلة تعطي كلمتين وتطلع تشد الممر برا والسيد في الصغار. نعم. ما تعبانش بيهم ولا تدور فيهم. ثاني حاجة عملية الغش هذه اللي كثرة في المدارس. نعم. توا والله العظيم شهادة الإعدادية بأم عيني وبمسامع أذاني نسمع فيها الأبلات ماشيين على سبة أصغارهم تخشيش. نعم. بشكل لا يوصف يا حضرة الشيخ. نعم. تخشيش الشهادة الإعدادية حرام يعني الطالب بيطلع بشكل هو. تمام كلامك صحيح بارك الله فيك. نعم. النقطة الثالثة اللي هي العطاء الأبلات اللي كانوا مثلا اللي طلعوا على التقاعد الوقت بصفة عامة صراحة كانوا ليهم عطاء وكانوا ليهم قدوة وكان ليهم وفاء. نعم. لكن تو تحسهم الأبلات ما عادش عندهم حتى طاقة إن تخش حتى احتياط يقولها خش احتياط تقول لا ما نخشش. ماشي وضحت بارك الله فيك يا جميلة، وضحت لا وضحت تعليقاتك ونتكلموا عليها إن شاء الله. معلش مش نسمحوا لغيرك، بارك الله فيك، تسمعين إن شاء الله. محمد من صبراتة. نعم يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. تحية طيبة ليك ولدار الإفتاء ولكل علمائنا الأفاضل، بارك الله فيك.
الله رب العالمين أن يحفظهم بحفظه التام يا رب. اللهم آمين. تفضل يا محمد. هاي بارك الله فيك وشيخنا. والله لأول مرة تثير هذه النقطة العجيبة، هذه النقطة العظيمة، والله ممتازة جدا. نعم. نقطة هذه النقطة الممتازة والله فعلا يا شيخ راك حطيت ايدك على الجرح زي ما يقولوا الصراحة. يعني يعني كنا محتاجين لهالتوضيح هو بالذات يا شيخ. صحيح. الكلام وما فيش لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الكلام، وخذناه. نعم. بأنفسنا هذه التجربة، ويعني وقفنا عليها شخصيا، أنا شخصيا وقفت عليها شيخ، وزي ما الكلام اللي قلته هو الموجود فعلا، ابناء المدرسات من وحده. لكن احنا لما نشوف لو جيت يا شيخنا فاضل. نعم. شوف الهرم في البدايه، شوف اعضاء شو اسمهم اعضاء البرلمان واعضاء الرئاسي. نعم. اول ما نجي على ولده عمره سنتين يبي له جواز سفر دبلومات. نعم. عمره سنتين يبي له جواز سفر دبلومات. يعني ماشي. حاجات يعني يندلع الجميل. بارك الله فيك سيد محمد، وصلت فكرتك ان شاء الله وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك سيد محمد، ربي يبارك فيك. نخرج الآن إلى فاصل ثم نرجع لنستكمل إن شاء الله، فانتظرونا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. ورثوا في الحكمة قدوتنا، فهلموا نشحذ همتنا بالإنصات العذب إليهم بين يديهم بين يديهم. نسقي من أنهار الحكمة نتتبع آثار العظمات، أو ننهل من فكر العلماء في جلستنا بين يديهم بين يديهم بين يديهم بين يديهم بين يديهم. إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء. السلام عليكم ورحمة الله. عدت بعد الفاصل لأجيب على الأسئلة إن شاء الله. إدريس من طرابلس تكلم عليه مسألة نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ذكر منها نعمة الصحة، أن الإنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية، ويستطيع أن يقضي حاجته ويصل إلى دورة المياه وإلى كذا. في المقابل بعض الناس مرضى تجده يتألم ويتحسر على أنه يعني قصر به الحال، وهذا من وهذا كله من حكم الله سبحانه وتعالى. فسؤال إدريس قال: لماذا بعض الناس الأصحاء يستخدمون هذه الصحة في معصية الله سبحانه وتعالى؟ وذكر منها الزنا واللواط، وقال هذان يعني الأمران الخطيران المنذران بهلاك الأخلاق وبتدني القيم في المجتمعات. نعم، بعض الناس يعطيه الله سبحانه وتعالى صحة وعافية فهو يستخدمها في معاصي الله سبحانه وتعالى،
الزنا تكلم الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن وبينه، وبين خطره وجعله من الكبائر، وجعل تركه من صفات عباد الرحمن. أما اللواط فهذا يعني ملحق به، وهو أبشع منه وأسوأ، وللأسف الآن يسوق له في مجتمعات المثليين الآن اللي يسموا فيها المجتمعات المثلية، للأسف التي بدأت تدخل حتى في بعض الدول الإسلامية، وهذا يعني يتم بدراسة خبيثة لإفساد قيم المجتمعات الإسلامية. هو المثلية، المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل، وهذا هو اللواط الذي أخبر الله تعالى أن قوم لوط كانوا يعملون الفاحشة، وقد فعل الله وقد عاقبهم الله بأن يعني جعل قريتهم، جعل عاليها سافلها، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وعقوبة اللواط مما اختلف فيه العلماء مع اتفاقهم على شناعته وعلى العقوبة، منهم من يجعله كالزنا يجلد فيه البكر ويرجم فيه المحصن، ومذهبنا أن اللائط والفاعل والمفعول به إن كان برضاهما فإن حده هو القتل، سواء كان متزوجا سبق له الزواج أو لم يسبق له الزواج، وهذا أمر شنيع. نعم بعض الناس يعني هذا الأمر بعض الناس لا يتحدث عنه حتى على الملأ وعلى كذا، ولكن هذا أمر خطير ذكره الله في القرآن وذكر آثاره، ولعل عدم الحديث عنه هو ما يعني بعض الناس يجعله ذريعة إلى عدم الحديث عن مثل هذه القضايا. والإسلام علمنا أن نتحدث عن كل ما فيه خير لديننا وأن نحذر عن مما فيه شر لديننا، حتى إن أحد المشركين قال لأحد الصحابة: إن صاحبكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال يعلمكم كل شيء حتى يعلمكم الخراءة. الخراءة يعني كيف يقضي الإنسان حاجته. فالصحابي هذا لم يعني يتضجر من سؤاله، قال: نعم، وما العيب؟ نعم، علمنا ألا يستنجي أحدنا بيمينه، وذكر له آداب قضاء الحاجة. نعم، ولهذا الإسلام علمنا كل شيء، والحمد لله رأينا في قصة كورونا يعني رأينا انبهار بعض الغرب الذين لم يقرأوا عن الإسلام جيدا حينما رأوا النظافة في الإسلام، وحتى الذين جاءوا إلى كأس العالم في قطر يعني كانت لبعضهم تغريدات وتعليقات وقالوا: هذا دين النظافة، وجدوا مراحيض ووجدوا ماء. وهؤلاء الغرب يعني لا يعلمون للنظافة معنى كالمعنى الذي هو في الإسلام. هذا يعني مجرد تعليق بارك الله فيه على سؤاله. سالمة من طرابلس قالت: أنا أعطيت عهدا أو نذرا، هي لم تبين، لكن المهم قالت أن أقرأ سورة البقرة كل يوم. قالت: في فترة الحيض كنت أقرأها من الهاتف، فقال لي بعض الناس: هذا لا يجوز وسيدخلك عفريت. ولن يدخلك إن شاء الله لا عفريت ولا شيطان، ولا تنتبهي لمثل هذه الخرافات. نعم، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، لا يجوز لها أن تمس المصحف، وهذا رأي يعني جماهير العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الله تعالى في القرآن: لا يمسه إلا المطهرون. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على الحائض أن تمس المصحف وأن تدخل المسجد. استثنى علماؤنا من كانت مدرسة للقرآن وطالبة للقرآن، قالوا: هاتان المرأتان مدرسة القرآن وطالبة القرآن لها أن تمس المصحف استثناء من الأصل العام. طيب، غير المعلمة وغير المتعلمة لا يجوز لهما مس المصحف، هل يجوز لهما القراءة من الهاتف؟ أقول هذا متفرع على أمر. إيش هو الأمر؟ هل التطبيق الذي هو في المصحف، التطبيق الذي هو في الهاتف النقال، هل إذا فتح يسمى مصحفاً أو لا يسمى مصحفاً؟ هذا اختلف فيه العلماء المعاصرون. من قال إن المصحف هو كلام الله المكتوب في الورق اللي هو ما نسميه مصحفاً بين يدينا هكذا، قال هذا هو المصحف
الذي نهى الله سبحانه وتعالى الجنوب والحائض عن مسه، فقال لا بأس بأن تقرأ من النقال، لأن النقال ليس مصحفا. ومن يرى أن التطبيق المفتوح في النقال الآن هو كالفتح للمصحف نفسه منع من ذلك. وما أعلمه أن دار الإفتاء يعني تفتي بأن لا حرج للمرأة الحائض أن تقرأ من المصحف، وإن كان حتى الرأي الآخر أراه رأي قوي وله وجاهته، ولكن المرأة إذا احتاجت للقراءة وقرأت من المصحف في أيام حيضها، قرأت من الهاتف في أيام حيضها، فأرجو أن لا يكون به بأس اتباعا لهذا القول، وهذا هو الذي يفتى به في دار الإفتاء. وبالتالي أنت يا أخت سالمة ما دام أنك قد يعني عاهدت نفسك أو عاهدت ربك سبحانه وتعالى أو نذرت على نفسك أن تقرأي سورة البقرة، إذن في أيام الحيض لا بأس أن تقرأيها من المصحف، من الهاتف، من الهاتف، تفتحين المصحف على أو تفتحين الهاتف على تطبيق المصحف وتقرأين منه. والمسألة فيها خلاف كما ذكرت. أما مسألة دخول شيطان وعفريت وكلام زي هذا، هذا كله من الخرافات التي لا أصل لها. وأنا أقول ينبغي للناس أن يستقوا الأحكام الشرعية من مصادرها. أما الواحد يقعدوا يتسمع راوكم تسمعوا العوام، يعني العوام هؤلاء يعني للأسف توجد لهم بعض المسائل والقضايا هي خرافات. أنا أذكر اليوم سألني شخص قال هل صحيح أن المرأة المعتدة إذا لم تلبس الجورب اللي هو الشخشير تكون مرتكبة لكبيرة؟ قلت له ومن قال الكلام هذا؟ من الشيخ الذي قاله؟ والله في أي كتاب وجدت؟ قال لا والله مثلا أمي خبرتها العزوزة الفلانية. يعني أما نحن نقعد، الدين لا يستقى من العجائز، العجائز هؤلاء بركتنا والعزائز ونستفيد ومن خبرتها الاجتماعية وكذا، لكن ما نأخذ منها حكم شرعي؟ ما نأخذ حكم شرعي من أناس غير متخصصين ويهولون وللأسف يعني يقولون على الله ما لا يعلمون؟ أي زي هذه المرأة اللي تقرأ تقرأ القرآن من النقال في زمن الحيض يدخلها عفريت، أين وجدت هذا الكلام؟ هذا كله من من الكذب ومن القول على الله. احنا نحسن الظن يا سيدي، مراش قالين كذب، هو من القول على الله بدون علم. ولا يجوز للإنسان أن يفتي ولا أن يتكلم في أمور الشرع، تو غير المفتين لا يجوز له أن يتكلم إلا بيقين، إلا بحاجة علمية. أنت كونك تستشكلي الأمر هذا تقولي لها يا فلانة والله يعني ما ترى راني سامعة أن ما يجوزش أسلي، هذا كلام طيب هكذا. أما جيت تقولي لها هذا حرام وهذا من الكبائر زي المثال اللي جبت لكم، المرأة المعتدة حرام عليها يقعد رجليها من غير شخشيت، وين لقيتيه الكلام هذا؟ هذا كله من الخرافات ومن الأشياء. لو قالت لا تصلي من غير جورب أو من غير ثوب طويل كلام تمام موافق للشرع، لكن امرأة معتدة وخاصة المسكينات الصغيرات يموت رجلها يكرهوها في الأربع شهور وعشر أيام هادينا، المرأة ما تشوفيش روحك فيها، ما تطلعيش بدون شخشير، مش عارف حرام عليك تطلعي من باب اللوح، يعني خرافات كلها. وبالتالي يا أيها الناس خذوا الأحكام الشرعية من الناس المتخصصين. الله جعل لكل علم أناسا متخصصين، الطب عندها ناس، الهندسة عندها ناس، الصنعات عندها ناس، الشرع عندها ناس، كل علم من العلوم له أناس متخصصون، وهم الذين أمر الله بسؤالهم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جميلة من طرابلس تكلمت على المسألة اللي ذكرتها، وهي تؤكد على أن مسألة ظاهرة التفشي ما يسمى بأولاد الأبلات وأولاد المدرسات وتنجيحهم، قالت أنا شاهدة الأخت جميلة على أن هناك يعني هناك تدني كبير في عطاء المدرسات. قالت أنا نقارن ما بين المدرسات اللي لحقنا عليهم واللي كان يعني مثالا يحتذى للتدريس وللرفع من الجيل، قالت الآن نعاني من كوم كبير من المدرسات لا رغبة ولا علم ولا كذا. ثم ذكرت مسألة خطيرة، مسألة تغشيش أولاد المدرسات، هذا أمر منتشر لا ينكره أحد في كل مدرسة، بل تخيلوا وصل الأمر إلى درجة أن إحدى المدرسات، وهذا راهو لي لما نقول مدرسات
لا يعني أنني نزكي في المدرسين، ردوا بالكم، المدرسين هم الأصل وهم أكثر من تكلمنا عليهم، وأنا مدرس على كل حال، وأكثر من يعني من انتقدناهم هم المدرسون، لكن لا يعني هذا أن نسكت عن المدرسات، لا. تخيلوا وصلت درجة التغشيش من الأبلات للأسف، يعني خيانة ما فوقها خيانة. طالب متفوق يطلع يعني يجيب في الامتحان إجابة جيدة ويخرج الحمد لله، تؤخذ ورقة هذا الطالب وتصور قبل أن تسلم للجنة، ثم يغشش منها الطلاب، يأخذ الورقة هذه ويبدأ هيا منه ما عرفش السؤال الأول كذا كذا. قلت لهم سبحان الله، هذا الأمر اجتمع فيه من الحرام، لو علمت هذه الأبلة ما الله به عليم. غش، مكر، خداع، كذب، تزوير، خيانة للأمانة، يعني درجة من الإسفاف ومن شنو بيقول الإنسان إلى هذه الدرجة. يعني تخيلوا مدرسة أو مدرس، ما فيش فرق ما بين ذكر ولا أنثى، أنت الآن أنت حاطينك على الطلبة، أي مساهمة وأي ترك لهم في الغش وأي مساعدة ماذا يصنف في الشرع؟ في الشرع يسمى كذبا وغشا ومكرا وخداعا وتزويرا، هذه الخمسة. أنت يا من تساعد كل غاش، أنت اسمك كاذب، غاش، مخادع، ماكر، خائن للأمانة، الخمسة اجتمعن فيك. زيد عليها كأنك خديت ورقة الطالب الذي خرج بجهده وبعرق جبينه وأصبحت تغشش فيها للطلبة وتقول واللي ما فهمت السؤال رقم اثنين الجواب كذا كذا كذا، أنت الآن زدت فوق هذه الخمس، يعني وزرا فوق وزر وإثما فوق إثم. وللأسف يعني مسألة الغش هذه انتشرت، وللأسف يعني كل عام الوضع أسوأ من الذي قبله، نسأل الله الهداية. محمد من صبراتة أيضا تكلم عليه نفس المسألة اللي تكلمت عليها، وقال هذا أمر مشاهد ومنتشر، وأنا ما ذكرته في هذه الحلقة إلا للتنبيه على وجوده، وكما ذكرت أولياء الأمور يجب عليهم أن يتابعوا أولادهم، لكن باحترام وقول للحق. أما إحنا جينا ولي أمر ويقعد على طول يفتح فمه وما يخلي ما يقوله وكذا، حتى هذه إشكالية كبيرة. أنت ولي أمر، تابع ابنك، تكلم بحق، تكلم بعدالة. ربي قال وقولوا للناس حسنا، يعني هذا أمر مهم. قبل أن تنتهي الحلقة، في سؤال مهم أود الوقوف عنده، يرد كثيرا وسيكون له مزيد من التفصيل إن شاء الله في الأيام القادمة، ولكن أنبه عليه. مسألة نحن الآن على أعتاب عيد الأضحى إن شاء الله، وستكثر الأسئلة على الأضاحي، وسيكون له مزيد كلام في هذه الحلقات إن شاء الله من برنامج دار الإفتاء، ولكن أود التنبيه على نقطة واحدة، وهي جماعة ما يسمى بالخراج، أكرمكم الله، حبة العلفة اللي توجد في السعي، أكثر حاجة توجد في الضال، حبة العلفة هذه الآن انتشرت، يعني كثير من السعي من النعاج والكباش والأحوال الصغيرات في الغالب تجد فيها هذه الحبة، هذه الحبة بالفصحى تسمى خراجا، الخراج، وهي لأنها يعني يخرج منها مادة يعني كالقيح والصديد الذي يخرج من الإنسان. هذه الحبة دار الإفتاء أصدرت فيها عدة فتاوى وبينت للناس أنها لا تضر، هذه الحبة لا تضر ما دام أن الشاة سليمة وليست مريضة منها فإنها لا تضر. فما أود ذكر هنا، هناك بعض الناس للأسف يجي للتاجر في السوق يقول له ترى بكم الحولي هذا، بكم الخروف هذا، يشوفه يقلب لا في حبة هذا ما يضحيش ويطلع ويسيب. هذه الكلمة للأسف يعني ضرت كثيرا من التجار. هل أنت مفتي أيها الرجل؟ هل أنت مفتي حتى تجي وتفتي من عندك وتقول والله لا الحبة حسب ما خبرونا مشايخنا قالوا هذه ما تضحيش، يعني بالعامية يرمي له دبانة في سعية ويطلع ويخليه. هذا والله مما قال الله فيه ولا تبخسوا الناس أشياء. أنت فعلا من حق الإنسان أن يضحي، وهذا مطلوب شرعا، بشاة سليمة من جميع العيوب المجزئة أو غير المجزئة. يا سيدي أنت لقيت فيها الشاة هذه حبة، لقيت فيها تقول لا أنا معلش مدام في حبة مانيش واخدها واطلع. أما أن تتكلم وتقعد تتكلم أمام المساومين من الناس وتقول هذه ما تضحيش، وسألنا الشيخ فلان، أنت الشيخ فلان لما سألت على الحبة يعني
يا جماعة كل مسألة يعني تكيف على حالها. أراه أحيانا في حبة كبيرة فعلا والشهم ريضة منها وتخرج دما، هذه ممكن يعني يقال فيها يوم العيد لا تجزي أضحية، لكن هذه لا تعمم. هذه أسألوا الدكاترة البيطريين، الحبة هذه أغلبها تجي منيش؟ من نوع معين من العلفة، وهي يعني لا تضر. من لا يريدها ولا يستسيغها له ذلك، بل نحن نندب ونستحب ألا يضحي الإنسان إلا بشاة سليمة. لكن هل نقول لا تجزئ معها، لا تجزئ يعني أن تكون شاة أضحية إذا وجدت فيها الحبة؟ لا، هذه لا تضر ما دامت الشاة سليمة وليست مريضة. فيا أيها الناس أرجوكم هذا الأمر انتبهوا له. أراه الأمر هذا منتشر في الأسواق ويشتكي منا التجار، يبدأ يجي فلان سعي فلانه ردوا بالكم تشروا منه، أراه فيه حب العلفة، أراه الحب هذا لا يجوز أضحية. يعني سبحان الله، فبدل ما نحن نشجع التجار اليوم نشجعهم في ظل هذا التكاسل عن وهذا التهريب اللي هي للتروة الحيوانية، نصبح الآن التاجر يصرف يعني ما الله به عليم عليه مبالغ على هذه السعي، وبعدين نجي نرمي نقعد نطعم فيه. لا، خلاص من حقك أنت شرعا أن تفتش أضحيتك، ما يقدرش يمنعك من تفتيشها. وجدت فيها حبة تبي تشتريها تجزئ أضحية ما دامت الشاة سليم، وسيأتي له مزيد. لا تريد أن تشتريها وتريد شاة سليمة وتريد أن تطبق السنة بحذافيرها، حيث استحب العلماء قاطبة أن تكون الأضحية سليمة من أي عيب ولو صغيرا، لك ذلك. لكن لا يجوز لك أن تفتي ولا أن تطعن في سلع الناس، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أقول ما كان من كلامي صوابا فمن الله سبحانه وتعالى له الفضل والمنة، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري، وأبرأ إلى الله تعالى منه. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير قرى ودون نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء، إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا.